هنتكلم دلوقتي برضه عن حاجة من الحاجات اللي بيعاني منها الشعب المصري. المطبخ المصري بيقوم في الأساس على أكلات بسيطة جدا، وده مش للأسف مش بسبب إن احنا مثلا بنحب البساطة أو كده، ده احنا مضطرين. يعني احنا كشعب مصري احنا مش عايشين في فكرة الفول والطعمية والحاجات البسيطة دي والحاجات المقلية والكلام ده كله، زي ما كان طلع برضو النظام في يوم من الأيام يتكلم عن المصريين، وانتوا ازاي عندكم السمنة الكتيرة دي، وازاي عندكم الأوزان الزايدة دي، وازاي عندكم الأمراض دي كلها. هو الشعب ما بيعملش الحاجات دي عشان هو معاه فلوس بس هو مش عايز يجيب الأكل المغذي الصحي، لا ده هو عشان هو مضطر على الأكل البسيط ده. فالشعب والأكلة الشعبية المصرية هي بقت الأساس اللي المفروض بكل بساطة بيروح الشعب المصري يحاول على قد ما يقدر يعمل أكلة ويتبسط. ولعل من أهم الأطباق دي نعتبر نقدر نقول عليها ممكن الفول مثلا، الطعمية، الكشري، الأطباق دي كلها اتعرفوا على أنها أكل لكل المصريين على اختلاف مستوياتهم المعيشية، بس في الأساس هي كانت معمولة للبسطاء اللي مش عارفين إن هم، أو بشكل أكبر كانت موجودة عند البسطاء اللي هم مش عارفين إن هم يوفروا لنفسهم حاجة أعلى من كده. كان في الدرجة الأولى أكل الفقراء عشان تمنه رخيص وفي المتناول، وما كانش بيتأثر زي المواد التانية بغلاء الأسعار، بس ده كان زمان. دلوقتي بقى الموضوع مختلف خالص. كان الاستثناء قبل كده الحاجات دي، دايما بتلاقي كل الحاجات التانية مرفوع أسعارها، لكن الحاجات دي بتلاقيها لحد ما لسه في متناول الإيد الشعب المصري. كانت بتزيد، أنا فاكر زمان جدا وأنا في المدرسة مثلا كان سندوتش الفلافل ده يوم ما زاد من ربع جنيه لأربعين قرش كنا زعلانين قوي. سندوتش الفول كنا بنجيب فول في المدرسة واحنا رايحين المدرسة، كان لما زاد من ربع الأربعين كنا زعلانين قوي، بس كان ما زال 40 دي اي حد يقدر يجيبه، يقدر المواطن المصري بجنيه يروح يجيب له سندوتشين فول ولا باتنين جنيه وسندوتش طعميه ويبقى كده اتغدى خلاص زي الفل كده. لكن دلوقتي ارتفع ثمن الوجبات الشعبيه اللي بتعتبر هي الملاذ الوحيد للبسطاء عشان ياكلوا، والبديل طبعا ان هو يروح على الوجبات الغاليه اللي هو برده مش قادر يوفرها. هنروح نشوف دلوقتي راي الشارع المصري في ارتفاع اسعار الوجبات الشعبيه ونرجع لكم مره ثانيه. عشان ما فيش شغل، الجو رايح، الحاجه غليت، الشغل رايح، بيشتكوا من الغلا، بيشتكوا من الاسعار، يعني الحاجه غليت، الحاجه كده، الحاجه كده. لا ما بيجيبش من واحد بتاع فول بقى، في كذا واحد بتاع فول في الدق، يعني مش واحد بس، كذا واحد. اغلبيه الشعب كله دلوقتي بياكل فول، نص الشعب المصري بياكل فول الاغلبيه، وفي ناس لو مؤاخذه في الكلمه مش لاقيه، في ناس بتمشي بتقول لله ليه؟ احنا فين؟ قاعدين هنا في مجاعة ولا قاعدين هنا؟ ده الصومال اللي اسمها الصومال ما بقتش زينا كده، الناس شوية بشوية هتاكل بعضيها. انا اشترت الفول من 120 جنيه وصلت 190 جنيه في خلال اسبوع، بل بالعكس يمكن الناس تعبانة اكتر. يعني هي أكلة الغلابة من زمان يا أستاذ، أكلة الغلابة من زمان طبعا، اتجهوا للفول، هيعملوا ايه طيب؟ هم طول عمرهم بياكلوا فول المصريين، بس دلوقتي يعني هو برضه الفول ده وجبه اساسيه بالنسبه للفطار، لكن بالنسبه لباقي النهار بقى شغالين بقى في ربنا يعينهم، لكن هو الفول ده وجبه اساسيه فطار، احنا مولفين عليه ان احنا نفطر فول كل صبح، اكل الناس الغلابه، فطبعا الناس بتتجه للفول بعد كده هو، لان مش لاقيين بديل، لان كيلو عدس ب 24 جنيه النهارده، اقل حاجه العدس ب 24 جنيه، امال هيعمل ايه في اللحمه؟ وبعد كده ربنا يعين الناس ويعين المبالغ. طيب الكشري والطعميه والحاجات دي كلها كان الشعب المصري بيعتبرها من الحاجات اللي ممكن تغذيه وتخليه قادر ان هو يكمل يومه، وبيدفع ثمن رخيص جدا فيها مقارنه بالوجبات الاخرى. دلوقتي اسعار مكونات وجبه مثلا زي الكشري ارتفعت حوالي 40%، خاصه مع ارتفاع سعر الرز وزياده تكاليف زراعته بعد رفع الحكومه سعر الاسمده بنسبه 50%، وارتفاع كمان ثمن العسل من مكونات الكشري من 15 جنيه ل 30 جنيه للكيلو جرام، واللي الدوله بتستورد منه حوالي 90%. اصحاب المطاعم دلوقتي اللي بيقدموا الوجبات الشعبيه هم كمان، يعني انا المكونات اللي عندي اصلا اللي بدخلها في طبق الكشري ولا اللي بعمل بيها سندوتش فول ولا سندوتش طعميه بقت غاليه جدا عليا، فهعمل ايه؟ اكيد مش هدي المواطن بنفس السعر، فهم كمان بقوا ما عندهمش اي بديل غير ان هم يرفعوا الاسعار عشان يعرف يكسب هو كمان وعشان يعرف يعيش حياته. كل حاجه بيشتروها بقت بتغلى، اسعار الكهرباء بقت بتغلى، كل حاجه حرفيا الضرايب وكل الكلام ده بقت زياده عليهم، ده غير زياده الضرايب اللي وصلت ل 14% على وجبه الكشري. والفول والطعمية نفس الكلام بعد ما كانوا معفيين من الضرائب. كل ده بيضاعف معاناة الفقراء والناس اللي دخلهم محدود أو ما لهمش دخل أصلا بسبب البطالة، كل دول للأسف هم اللي بيدفعوا ثمن الحاجات دي كلها. والأسرار والإصرار الكبير جدا من الحكومة على أنها
تدفع بالعوامل، يعني بدل لما انا كحكومة ادور على الحاجة اللي ترخص القرار اللي يرخص الوجبة دي للشعب، ادور على الحاجة اللي اوفر بها للشعب الشيء اللي بيحبه ده او الشيء اللي هو بيقدر يعيش بيه بسعر حنين وسعر كده لطيف عليه، لا انا ناغي كل الكلام ده وبعمل قرارات بتخلي الحاجات دي اسعارها تزيد. ده اللي بيحصل حاليا من الحكومة عندنا. انا لو حكومة فعلا بتخاف على المواطن، لو حكومة فعلا بتدور على راحة المواطن، لو حكومة عايزة تستمر وعايزة المواطن ده يحبها من غير ما تعمل اي حاجة، من غير لما تضربه ولا من غير ما تقمعه ولا من غير لما تقفل عليه كل المنافذ اللي ممكن يتكلم منها، هدور على مصلحة الراجل ده، هدور على مصلحة المواطن ده، ايه اللي المفروض يفيده، ايه اللي المفروض ان هو محتاجه، ايه اللي المفروض اعدله عشان احسس المواطن ده ان حياته بقت افضل معايا، فبالتالي يوم ما تحصل انتخابات تانية هيجيبني مرة واثنين وثلاثة. لكن احنا حكومتنا مش بتفكر في ده نهائيا، ما عندهاش اصلا علم عن فكرة انها تفكر في حاجة اسمها مواطن، هي بتفكر في ازاي انا استمر، في ازاي ان انا اجمع فلوس، في ازاي ان انا اخد قرارات غير صائبة لمجد شخصي بقى، لمنظرة، لأي حاجة من الحاجات دي كلها. المهم ان احنا ما بنفكرش في حاجة اسمها مواطن من اساسه، المواطن ده اخر اعتباراتنا، وبالتالي بنزعل بعدها لما المواطن ينزل يعترض وبنقول له ان انت مش خايف على البلد، لا هي البلد مش حضرتك. خلينا نفرق دايما بين ان البلد هي الحكومة ولا مش الحكومة، البلد هي انا، انا كمواطن والارض دي اللي انا قاعد فيها هي دي البلد. حضرتك بقى كحكومة ما اسمكش بلد خالص او ما اسمكش الوطن، انت شخص انا جبته عشان يدير الموارد دي اللي موجودة في بلدي ويعدل بين الناس، وفي حال ان هو ما عملش ده صح انا من حقي كمواطن، لان دي بلدي وانا البلد وانا اللي بمثل الوطن والوطن هو انا والارض دي بتاعتي، انا من حقي ان انا اغيرك. لكن فكرة ان انت تيجي تاخد قرارات خاطئة وتزعل لما انا اعترض وتقول لي انا كده بهد البلد، لا انا كده مش بهد البلد، انا كده بهدك انت، انا كده بهد النظام اللي هو مش عارف يتعامل ازاي مع موارد بلدي بشكل صحيح، اللي هو بيهدر كل مواردي يوم ورا التاني، النيل راح، جزر راحت، فلوس بتروح، مواد خام بدل لما نصنعها في بلدنا ونفتح بيها مصانع للناس تشتغل ونوفر فرص عمل للناس، لا ده احنا بناخدها بارخص الاتنان عشان ناخد سبوبه عليها نبعتها لبره تتصنع وبعد كده ترجع لنا تاني ندفع فيها اكتر اتنان بقى. طب انا كده المفروض اكون فرحان بيك ليه؟ المفروض اسقف لك ليه؟ المفروض اقول لك كمل ليه؟ المفروض اكون فرحان بايه في اللي انت بتعمله ده كله؟ المفروض اسمعك ليه اصلا؟ انا ليه اسمع واحد زي احمد موسى وهو عمال ليل نهار بيحاول يقنعني ان العيب فيا، ويوم ما يتزنق يجي يستعطفني او يخوفني زي ما عمل مع الحركة المدنية كده، عمال يزعق فيهم انتوا مين؟ كام؟ ازاي؟ مين بيمثلكوا؟ انا عايز اسال احمد موسى وهنختم بالسؤال ده، انت بتمثل مين؟ انت عبارة عن مين اصلا؟ انت مين اللي قالك انت تتكلم باسم صوت الشعب او انت تقول اللي بيدور في مخيلة الشعب؟ ومين اللي قالك ان اللي انت بتقوله كل يوم على الهوا بتاعك ده هو بيمثل معاناة الشعب الحقيقية؟ عايز تشوف معاناة الشعب الحقيقية؟ وفر صحفيين محايدين ينزلوا يتكلموا مع الشعب ونشوف هيقولوا ايه، وعلى الهواء ولايف ونشوف الناس هتقول ايه في اللي بيحصل حاليا داخل بلدنا.